يقال ان ابن عباس رضي الله عنهما رأى عمر في الرؤيا بعد استشهادة بليلتين. قال يا امير المؤمنين كيف حالك؟ قال طاشت تلك الاشارات وضاعت تلك العبارات. امير المؤمنين ايه؟ انا في القبر الان او في عالم البرزخ. قال ماذا صنع الله بك؟ قال والله لقد كاد عرشي ان يهد لولا اني لقيته غفورا رحيما. لا اله الا يعني نجاه. نعم. قال له بنصرتك للاستاذ؟ قال لا. قال بعلمك؟ قال لا. بعدلك؟ قال لا. قال انما بماذا؟ قال اسير في المدينه يوما فرايت اطفالا يلعبون بعصفور قيدوه في ربطوه بخيط. نعم. ففككت الخيط وطار العصفور فقيل لي يا عمر فككت اسار العصفور ونحن نفك اسارك بالدار الخلق.